أشهد أن لا إله إلا الله، إمكان الإنسان أن يعرف هذه الغاية من نفسه؟ لا، مهما كانت عبقريته، مهما كان ذكاءه وعقله، لا يمكن أن يعرف. ليش؟ لأنه ما جاء باختياره حتى نسأل نقول ليش جيت، وإنما جيء به، فلا يدري لماذا جيء به. الذي يعلم لماذا جيء به هو الذي جاء به. يعني أنا الآن جئتكم باختياري، جاي من الفندق إلى المسجد ونفسيتي يعني مطمئنة ومرتاحة، وأي واحد يسألني إيش جابك أقول والله جيت ألقي درس أو محاضرة. لكن لو أني وأنا أخرج من الفندق تقف عندي عربة وينزل منها ناس مسلحون متنكرون ويلقون القبض علي ويضعون القيد في يدي ويضعوني في السيارة ويخرجون بي إلى الصحراء وفي خيمة يرموني فيها، ويجي واحد يسألني وش جابك في ذا، إيش أقول له؟ أقول ما أدري، لأني ما رحت أنا الخيمة بنفسي، ما أدري والله. طيب حلل شريحة من نفسيتي في تلك في تلك الخيمة، كيف ستجدوني؟ مرتاح؟ لا. يعطوني أكل أقول ما بي أكل، النوم يجي أنام ما يجي نوم، وتبدأ الاضطرابات والاحتمالات في رأسي، وش سويت؟ وش بيسوون بي؟ يقتلوني؟ يرجعوني؟ يسجنوني؟ ما أدري، قلق. ليه؟ لأني ما أدري لماذا جئت هنا. أما يوم جئتكم هنا مرتاح، لأن أي واحد يعرفني يسألني أقول أنا جاي المسجد أصلي وألقي الدرس. هذا الإنسان لما جاء إلى هذه الحياة هل جاء باختياره؟ لا. هل أخذ رأينا نحن قبل أن نخلق؟ هل حددنا نحن الجنسية والبلد والوطن؟ هل حددنا النوعية ذكر أو أنثى؟ لا، جيء بنا. لماذا جيء بنا؟ ما ندري. من نسأل الذي جاء بنا؟ من الذي جاء بنا؟ الله. الله خالق كل شيء ونحن شيء، وهو على كل شيء وكيل. إنا خلقنا الإنسان، من هنا إنا؟ أي الله. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الذي جاء بك لم يتركك هكذا ما تدري ليش جيت، وإنما بعث إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب، وكانت جميع الأنبياء والرسالات مهمتها اللي تقول للناس ليش خلقتوا. ما في نبي واحد جاء يقول للناس أؤمنوا بوجود الله، لأن وجود الله مما استقر في الفطر. كل إنسان مخلوق يؤمن من قرارة نفسه بالفطرة أن هناك خالق لهذا الكون وهو الله، ولا ينكر إلا الشذاذ من البشر الذين اجتالتهم الشياطين. ولهذا جاء في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء، يعني مستقيمين، فاجتالتهم الشياطين. وكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. مهمة الأنبياء، وجاء هذا في القرآن في آيات كثيرة. يقول عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله بس واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.